السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. اعتمدت منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة مشاركة المقاتلان المحترفان حبيب نور محمدوف وإسلام مخاشيف بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين، وذلك في البطولة التي تنظمها منظمة القتال النهائي. وتأتي مشاركة المقاتلان في هذا الحدث العالمي لتؤكد على حضور رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية في المشاركات الدولية. خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد مباراته الثانية ضمن الملحق المؤهل لأولمبياد ريو دي جانيرو، وذلك أمام نظيره الكرواتية 22 هدفا مقابل 33، وذلك في اللقاء الذي أقيم في الدنمارك ضمن تصفية الملحق المؤهل لأولمبياد البرازيل. بهذه النتيجة يفقد منتخبنا الوطني فرصة التأهل إلى الأولمبياد بعد تعرضه للخسارة الثانية على التوالي، وتبقت أمامه مباراة أخيرة أمام نظيره منتخب الدنمارك والتي تقام مساء اليوم في الساعة 9 مساء. اعتمدت الاتحادات الخليجية الكروية شهر نوفمبر من العام الجاري موعدا مبدئيا لإقامة أول نسخة من كأس الخليج العربي للسيدات في مملكة البحرين. جاء ذلك بعد الاجتماع التنسيقي الأول الذي عقد بالعاصمة المنامة وترأسه الشيخة حياة أو الشيخة حصة بنت خالد الخليفة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة البحرينية ورئيسة اللجنة النسائية. خطف فريق سترة تعادلا ثمينا أمام نظير فريق المحرق بهدفين لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى البحريني لكرة القدم، رغم تأخره في النتيجة بهدفين عبر اللاعب الأوزبكستاني غاتيويف، إلا أن سترة عاد وسجل هدفين عن طريق بيتون إسماكتا وعلي العصفور ليقترب بذلك الحد من تحقيق اللقب البحريني، حيث بات في حاجة إلى 4 نقاط فقط من 4 مباريات متبقية من المسابقة. اخر حارس مرمى ملعوبه وتتهيأ قد تتسدد بشكل مباشر، متابعه حاضره يتابعها بامكانه اللعب بامكانه تتسدد بامكانه يحطها في الجول.